في تعبير لبناني بيقول الواحد ما بيعرف من وين بتجي الضربة. بالنومينيشن الضربة بتنزل على روس المشتركين من جهة صوت الضمير، وشو صعب هالموقف يلي ما منه مهرب. مساء الخير شباب وصبايا، كيفكن اليوم؟ اليوم رح جرب كون لطيف وسريع ومختصر. لا لا سريع ايه، كتير كويس، بس مش اكيد رح اقدر. ما هيك يا محمد؟ بلشت معنا من هلا. اي واحد محمد. اي واحد يا الله، ما تقولوا لي كمان يا محمد. بقوم اربعة اربعة محمد. محمد اللي حاسس حاله نوميني ويلي فات بعد الفحص قاعد يبكي بالحمام ويقول انه هو بيقدر يعمل اكثر من هيك. لا ما هيك يا رافع؟ اوكي، يعني مش كل واحد عصب معناته بكي يعني. اوكي بس كشفوك ملايين المشاهدين. اوكي مومنت، يعني الواحد ممكن يعبر عنها باي طريقه بده اياها هو. طب وليش وليش مستنفر انت ما دام عادي؟ وهيك شوي هن بالاحرى اربعه بيعرفوا انه ما عملوا منيح، مش واحد. محمد رحمه شو رايك؟ عيوني والله والله انا يعني بصراحه حقيقي اول مره امثل واغني، ف يعني حسيت ان اعطيت اللي عندي. في محمد عبد الله والله صراحه ما محمد دقدوق بدي اسالك سؤال، انه ليش معلي على محمدات انت بس؟ محمد مش اذا طلعت بالتوب 1 الاسبوع الماضي يعني ولا ممكن تكون نوميني، هيدي شغله بس بدي اياكم كلكم تعرفوها. بستار اكاديمي كل المفاجآت معقوله وما في حصانه لحدا. طبعا انتم لايف كل الوقت. اذا اول نوميني هو محمد، وبانتظار يصلي اي محمد رح انتقل لتاني نوميني. تاني نوميني حاسس انه كريمه كثير متوتره. كريمه الاسبوع الماضي خلصك الجمهور، وهالجمعه كمان يمكن يخلصك الجمهور ويمكن ما يخلصك. إذن تاني نوميني لهالأسبوع كريمة من مصر. شو؟ يا الله خبطة شو بشع. تاني نوميني لهالأسبوع من مصر، بس كريم أو كريمة شو مكتوب؟ خلاص تاني نوميني لهالأسبوع كريم من مصر. كريم يلي قاعد عم بكيل البول كان مبارح. تالت نوميني سارة أو ليان. ليان كانت مصرة تنسحب، فأقنعوها زملائها أنه تبقى، وأقنعتها أمها، وهلأ يمكن لازم هي تقنع الجمهور يرجع يصوت لها مرة تانية. ليان كتير قريبة من سارة، وسارة كتير قريبة من نينا، ونينا كتلة أحاسيس. أحساسك شو بهاللحظة نينا؟ شو؟ إنه عبالي أقتل العصفور اللي بالأكاديمية. دخلك شو هيدا الشيء اللي حسيتي فيه بعد الفحص ومش عارفة شو هو ويا لطيف و شو كان؟ ما مش عارفة شو هو، كيف بدي أقول لك؟ هلا رح تحسي، رح تعرفي شو هو الاحساس اللي رح تحسي فيه هلا؟ اني نوميني؟ عادي. نينا من لبنان، اذا فلت رح تشتاق لليان، واذا فلت ليان رح تشتاق لنينا، وساره رح تشتاق لهم لاتنيناتهم. تالت نوميني لهالاسبوع طاهره من طاهرة. يا الله مين حاطط لي اوراق السنة الماضية؟ رح استفيد توجه تحية لطاهرة، ان شاء الله تكون عم تحضرنا. اذا ثالث نومينيه لهالاسبوع هي سارة. لا ثالث نومينيه لهالاسبوع هي ليان. لا تاني نوميني، قصدي تالت نوميني لهالاسبوع هي
نينا. لا. ايه. لا. ايه او لا. لا 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 لا. ايه على اساس ما يطلبه المشاهدون عم بعملكم انا هون. ثالث نومينيه لهالاسبوع لميا من تونس. ما رح طول عليكم، بعد لميا من تونس وكريم من مصر رح ارجع لاول نومينيه اللي هو محمد. اول نومينيه لهالاسبوع هو محمد دقدوق ولا رحمة ولا عبد الله. بالحقيقة أول نوميني لهالأسبوع هو رافع. رافع الطاقية عن راسه اللي كانت الأسبوع الماضي وهلأ منو حاطط شي على راسه. أول نوميني لهالأسبوع هو محمد رحمة. إذا النومينيه ثلاثة هن محمد رحمة وكريم ولميا من تونس. شكرا هيلدا. حرام يا الله معقول. وهيك نعرف مين هن النومينيز بالأسبوع الثاني ومنشوف الأساتذة مين اختاروا. ثلاثة نومينيه هالجمعة عندي هن لميا، محمد رحمة وحسام. نوميني بالنسبة لإلي هالأسبوع هني كريم، أحمد، ليان. النوميني بالنسبة إلي لهالأسبوع واحد محمد رحمة، اثنين كريم، ثلاثة كريستين سعادة. بالنسبة لإلي الثلاثة نوميني لهالأسبوع هني لميا، كريم ونينا. تسمياتي لهالأسبوع كريم، لميا، كريمة. النوميني عندي لهيدا الأسبوع هني عبد السلام، كريم ولميا. لحظات وبيبدا التصويت للنومينيز الثلاثه، ودائما الاقوى جماهيريا بيرجع الاكاديميه بمعنويات عاليه. اذا القرار عندكم مشاهدينا، والمشوار مكمل بيوميات ستار اكاديمي. باي باي.